تحكي على السلطات اليونانيه؟ يعني كثير مبسوط من الله وانه هون صرت، لانه كنت بمحل، لاني كنت بمحل ما بعرفش وين بصير، وين باخر دنيا، وين كل شقفه من جسمي وين بتصير، لانه ما اتهمت فيه لا تقوى عليه الجبال. تعذيب جسدي ما في، تعنيف ما في، اللي صار معي قهر اراده، قهر يمكن قد تضرر بشكل ما. اتهمت باتهامات ببلد من بلد لم ازورها بحياتي، لم ازورها بحياتي، وباتهامات لا 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 علم لي بها ولا شان ولا، ولا انا صحافي 40 سنه بجريده السفير.